انتظرونا في الموسم الثاني من برنامج نجوم صغار معي أنا ياسر القحطاني. الكبير بحلمه مو بعمره. هذه المفاجأة الجديدة اللي كشفت عنها MBC وهي دخول لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني عالم تقديم البرامج الترفيهية من خلال برنامج Big Little Stars أو نجوم صغار في موسمه الثاني. وطبعا اللي بينطلق عرضه يوم الاثنين المقبل على MBC 1 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وزي ما انتم عارفين البرنامج في الموسم الاول قدمه احمد حلمي وحقق نجاح كبير جدا، ودلوقتي كل الناس متحمسين يشوفوا موهبه ياسر طبعا الجديده كمقدم برامج من بعد ما عرفناه من خلال موهبته الكبيره في كره القدم. وغير كده كمان البرنامج نفسه ليه خصوصيه علشان ياسر هيتعامل من خلاله مع الاطفال اللي بيحبوا الفوتبول، وبيشوفوا طبعا ان ياسر هو الهيرو او الرول موديل ليهم، فدي طبعا حاجه جديده وفرصه علشان كمان نشوف الجانب الجديد من شخصيه ياسر في معاملة الأطفال. ما في شك طبعا نجم ياسر القحطاني هو مش بس نجم في السعودية بل في العالم العربي، فهذا الشيء أكيد راح يشكل أساس مهم في تعامله مع الأطفال وراح يخلي التواصل يكون سلس وممتع بينهم وطبيعي طبعا مع براءة الأطفال وعفويتهم، وهذا كمان أساس مهم في هذا البرنامج اللي راح نسمع فيه قصص وحكاوي جدا حلوة وكوميدية ومضحكة كمان، ونتعرف فيها على مواهب حلوة عند الأطفال. I can't wait صراحة أشوف البرنامج. والله أنا أكثر بسنت. يعمل إيه مع الأطفال ورياكشناتهم هتبقى عاملة إزاي؟ أكيد 100%. ولا تنسي كمان بسنت، يعني ما شاء الله تبارك الله أبو عبد العزيز كابتن ياسر القحطاني يعني عنده أسلوبه الخاص ونجم ومحبوب صح. مش بس من الشباب، لا من الأطفال والصغار. أنا متحمس للبرنامج وأكيد راح يحقق ردة فعل حلوة، فنتمنى له التوفيق إن شاء الله.